بالنسبة لمسرح الأطفال يعني هو مسرح كتير غني جدا وممكن يقدم المتعة ويقدم الفائدة بالمقابل يعني بالنسبة لأنه يكون في عروض مسرحية للأطفال كمان بالعيد مسألة كتير بتبعث على البهجة والفرح. هلأ مسرحيتنا هي اسمها بتحكي عن الصداقة عن الحميمية عن الارتباط العام بشكل عام مع الأشخاص يعني إنه ما بتحدد النوعية هي بين دجاجة والديك أو بين الإنسان الطبيعي. هلأ مسرح العرائس هو من السهل الممتنع, هو كتير صعب وكتير سهل. كتير صعب لأنه في كتير حركة ممثل تحت الدمية لازم يظهرها بكل مشاعره وجوارحه لحتى يقدر يوصلها للدمية والدمية ترجع توصل للطفل. والسهل أنه هذا الشيء يتقبله الطفل أنه يحبه أكتر. يعني هلأ الدمية هي صديقة الطفل, الطفل لما بيشوف دمية عم تتحرك أو عم تحكي فهذا الشيء كتير بيشده بيقول مو معقول هاي الدمية عم تحكي, هو ممكن يرجع على البيت يحاكي دميته مثل ما بيشوف هون. الأهم أن نجد حالا نعيد الأمان والسلام للمزرعة. عندما نفكر بشكل صحيح سنعيد الحصان. اسمعوا, سندعو قسمة الحقل للاجتماع والاتفاق. وعلى ماذا